اليوم نحن رجعنا هني في البحرين، ما شاء الله في مطعم رهيب، هو مطعم تبريز. مطعم تبريز مطعم شعبي، لكن ما شاء الله ما شاء الله. أول ما وصلنا البحرين بعد ما ريحنا في فندق البحرين، جينا في هالمطعم. أنا كنت ناوي، كنت جاينا قبل، قلت أنا إن شاء الله أجي وأجيب العائلة الكريمة، أجيب في هالمطعم. مطعم صراحة رهيب رهيب رهيب، وما شاء الله كان باقي من البيت هذا الشخص، ثم انتقل فتح له مطعم صغير، ثم قاعة، ثم قاعتين، ثم ثلاث قاعات ما شاء الله. الحين عنده القاعات الثلاث الكبار اللي داخل، قاعة عائلات اثنين، وقاعة الأفراد، وقاعة فرع موجودة رهيبة جدا جدا، قاعة مفتوحة برا المطعم، يعني في باحة المطعم شيء رهيب. أكل السمك هني وحتى المشويات شيء رهيب رهيب، كأنك تاكل في بيت. واليوم جينا من طرابزون، جبنا أجواء طرابزون معانا ما شاء الله. كل الجو صار، كان أول صبح الشمس مشرقة، الآن نشوف غيوم، ومطعم ما شاء الله كبير. بعد ما في نافورة في باحة المطعم، تتغدى على يمينك وشمالك، في وسط المطعم موجود هذا، وعندك الشاي فرشني تقليدي تشربه، كل واحد ياخذ الكوب مثل ما كم كمية يبغي على الفحم. الشاي هنا تصبه تشربه بعد الغداء، شيء رائع روعة، منظر حلو جدا. يعني ما شاء الله كانت زحمة زحمة شديدة، تعمدنا يوم شفنا بالجوجل شفنا زحمة شديدة، جينا تأخرنا في الطريق، قلنا نتأخر، اليوم جمعة بعد وويكند والناس بالتميم في هذا المطعم رهيب. فعلا كانت زحمة شديدة، لكن ما شاء الله نحن وصلنا، قلنا متأخر، وصلنا الساعة تقريبا 4 الآن، ومع ذلك بعد لا زالت مستمرة العوائل والأفراد يتوافدون على هذا المطعم الجميل والرائع والممتع، وكما ذلك في هالأجواء الحلوة والسعادة عندك أنت. إحنا الآن نصور لكم حلقة جميلة ورائعة في مطعم تبريز في البحرين.